مرحبا أعزائي الطلبة، أخذنا في فيديو سابق عن أسئلة الأدب للأرجوحة والكناري، واليوم راح نأخذ ملخص هذه الأسئلة للأرجوحة. نأخذ أول شيء أسئلة كتاب الطالب صفحة 88. نأخذ هنا طبعا عندنا مرادفات، كنا نحفظ المهمة ونحفظها كلها، وعندنا هنا السؤال المتكرر. السؤال الثاني اللي هو فراغات دائما يتكرر بالوزارة، أكد عليه لازم تحفظه كله. ستار came to his friend's house to ستار بطل قصة الأرجوحة أتى إلى بيت صديقه to tell the family that Ali was killed in a battle، ليخبر عائلته بأن علي قد قتل في المعركة. هذا سؤال متكرر كثيرا في الوزارة. In 1967 في عام 67 Iraq was at war with Israel، العراق كان في حرب مع إسرائيل. Number 3 ستار and Halima ate، ستار وحليمه ate أكلا a loaf of bread before lunch، قبل الغداء رغيف من الخبز قبل الغداء. راح نأخذ الأسئلة المهمة فقط والمتكررة. What moral lesson does the writer try to give in the swing؟ ما هي الدروس الأخلاقية؟ أو يقول لك what does the story the swing should rest on؟ إذا هنا moral lesson الدروس الأخلاقية أو should rest on تؤكد على ماذا تؤكد؟ يكون الجواب هو نفسه. War destroys everything it leads to nothing but death, deprivation and destruction. الحرب تدمر كل شيء وتقود إلى لا شيء فقط الموت والحرمان والدمار. إذن هذا السؤال كثيرا يتكرر، أيضا عليك أن تحفظه. نأخذ الأسئلة المهمة، هذا أيضا سؤال متكرر. Who is Muhammad Khadir؟ من هو؟ يجيب لك فراغ أو سؤال وجواب. قل له إذن Iraqi writer فقط. إذا قال لك Where was he born؟ Where؟ أين؟ قل له بصرة فقط. يقول لك وين متى 1942، إذا أجابت وير هي بصرة ووين 1942، لكن أكثر سؤال متكرر هو هذا من هو. راح نأخذ الأسئلة المهمة والمتكررة فقط. محمد خضير was born in بصرة مثل ما قلنا in 1942، وعندنا هنا أيضا سؤال. محمد خضير works and are translated into، ترجمت إلى، تقول الإنجليزية والروسية والفرنسية، هذا تحفظه مهم أيضا. نجي على أسئلة طهار الكناري، ذا كناري لكاثرين مانسفيلد. راح نأخذ الأسئلة المتكررة، راح نأخذ أول شيء اللي موجودة بالكتاب، هاي مثل ما تشوفوها، هذا ما تجي كثير، لكن المهمة راح نجي. When and where was she born؟ هاي أسئلة على الكاتبة، راح تقول 1888 في نيوزيلندا. سؤال آخر المتكرر هو هذا. What does she remain famous for؟ بماذا بقيت مشهورة؟ تقول for her collection of poems. بقيت مشهورة في مجموعتها من القصائد والقصص القصيرة، وخصوصا هاي تحفظها مهمة، بليس النعيم و The Garden Party حفلة الحديقة. الأسئلة الخارجية راح نأخذ المهمة، هذا السؤال جاي. What was the idea of the story؟ ما هي فكرة القصة؟ يقول It was about loneliness. أو يقول لك هذا السؤال What did the woman suffer from؟ المرأة من يقول لك woman يعني الكناري، قصة الكناري مو الأرجوحة. تقول loneliness أو تقول she suffered عانت from loneliness، هذا سؤال وزاري. لا يقول لك، إذا قال لك ما نوع القصة الأرجوحة والكناري يقول له تراجيدي أو ساد ستوري، أو تقول له تراجيدي يعني مأساوية. نأخذ السؤال المتكرر الآخر. Where is the big nail؟ ما أين كان المسمار الكبير؟ أو يقول لك Where did the woman used to hang؟ هذا الوزاري. The canary cage، أين اعتادت أن تعلق
قفص الكناري قلة to the right of the front door على يمين الباب الأمامي to the right of the front door أيضا هذا وزاري who sold her the canary هذا يعني الحقيقة ما جاي يمكن أو قليل هذا تحفظه وإجابته سهلة من باعها الكناري تقول له China man نأخذ من الأسئلة المتكررة ده يقول لك كيف يغني الكناري تقول له wonderfully أو beautifully نفس الشيء يغني بصورة جميلة يعني قل له كم رجل معها في البيت قل له three young men how many young men did the woman have وقلنا يشرحنا القصة انه ما نعرف هؤلاء شي يقربوا لها بس المهم هم ثلاثة تقول three men three young men هنا ايضا جاي وزاري what did the canary used to do when the woman had finished the house in the afternoon ماذا اعتاد الكلام شي يسوي أحد يقول the canary used to hop 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 يعني يقفز from one perch to another يعني عندما تنهي المرأة عملها البيتي شو يتصرف الكنار ماذا يفعل يقفز من عمود إلى آخر في القفص كدلالة على سعادته أنه راح تحضر forget the evening why did the woman forget the evening star لماذا نسيت نجمة المساء راح تقول له منا نقدر نقول where the canary came into her life إذا هي كانت تتأمل بنجمة المساء قبل أن تشتري الكناري من اشترته عندما دخل الكناري إلى حياتها نسيت نجمة المساء تقول when the canary متى نسيت نجمة المساء تقول له when the canary came into her life عندما دخل الكناري إلى حياتها يعني من اشترته أيضا سؤال أكد عليه مهم What idea do the people have on birds? شنو الفكرة المأخذية الناس عن الطيور؟ تبدي منها إذا تدي السهولة وقدر تعيدها people have the idea وتعيدها تقول heartless called little creatures birds بأن الطيور that bird بأن الطيور are heartless بدون قلب called باردة little creatures مخلوقات صغيرة باردة بدون قلب هاي تحفظها وأدنى السؤال الأخير أيضا مهم Why did her heart feel hollow؟ لماذا شعر قلبها بالخواء؟ تقول When she saw her canary died أو تقول When the canary died بس